مرحبا بكم على صفحة ترسانة. يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع tarsanati.net. على الرغم من أنك لا تطرح عادة القضايا والخلافات السياسية، فإن الأحداث في القرن الشرقي الإفريقي تأخذ مسارات عسكرية. ما هو تقييمك للوضع؟ الواقع قد يبدو خطيرا إذا تابعنا سلسلة الأحداث على الحدود بين السودان وإثيوبيا. أضف إلى ذلك المواقف المعلنة لمصر أو إريتريا، ولدينا صورة تظهر توجها تصعيديا، لكني أعتقد أننا بعيدون عن حرب حتمية. ما دور هذين البلدين في التوترات بين الخرطوم وأديس أبابا؟ أعلنت أثيوبيا مرارا وتكرارا بأفواه الكبار المسؤولين والرئيس وزرائها أحمد أبيي إنه هناك حكومة ثالثة تغذي الفتنة، فهل تعتقد أنهم يلمحون للقاهرة؟ لفهم بشكل كامل دور كل دولة متورطة في هذه الصراعات، يجب أن نتذكر مجرى الأحداث وتطور الوضع لمدة 15 عاما على الأقل. المحور المركزي لما يحدث في القرن الأفريقي اليوم هو إثيوبيا. إنها القاسم المشترك بين جميع الخصوم، والتي تجد نفسها منخرطة في كل الاحتكاكات الإقليمية. من ناحية هي عمليا تخوض حربا أهلية. لقد حشدت جيشها الفيدرالي المكون بشكل رئيسي من العرقية الأمهرية لإخماد التمرد والانفصالية في إقليم تيغراي في شمال البلاد. من ناحية أخرى امتد الصراع إلى الحدود الإريترية، لأن عرقية التيغراي هي عنصر مشترك وهي جزء من سكان كل البلدين. أضف إلى ذلك حقيقة أن إثيوبيا احتلت بشكل غير مباشر الأراضي السودانية المعترف بها دوليا. أقول بشكل غير مباشر لأن استراتيجيتها كانت دعم الميليشيات المحلية في محافظة أمهرة التي تدعم رئيس الوزراء الحالي أحمد أبيي. السماح لهم بدخول محافظة الفشق السودانية لبث الرعب بين سكان الحدود وتشجيع الفلاحين السودانيين على الفرار من أراضيهم لصالح المستوطنين الأثيوبيين. لكن النقطة الأكثر سخونة في كل نقاط الاحتكاك هذا هي بالتأكيد استفزازات أديس أبابا ضد القاهرة. أنا بالطبع أتحدث عن الخلاف بينهما حول سد النهضة الشهير. المنطقة باتت مسرح لكثير من التحركات العسكرية وعروض القوة، لكن نقطة التحول الحقيقية ستأتي من السؤال الذي يطرحه الجميع في المنطقة: هل ستقصف مصر السد أم سيتم وضعها يوما أمام الأمر الواقع؟ إذن تجد أسمرة نفسها متورطة لأن الحرب الأهلية الأثيوبية تجري على حدودها، وجزء من سكانها ينتمون أيضا إلى جماعة تيغري العرقية. ليس لهذا السبب فقط. بعد استقلال إريتريا عن أثيوبيا عام 1993 اندلعت حرب بين البلدين ودامت من مايو أيار 1998 إلى يونيو حزيران 2000، وقد أنفقت الدولتان مئات الملايين من الدولارات وتحملت خسارة عشرات الآلاف من الرجال الذين قتلوا أو جرحوا في النزاع الذي انتهى بتغييرات طفيفة على الحدود على أراض صحراوية غير مأهولة تقريبا. أعتقد أن الرئيس الإريتري إسياس أفورقي أراد الاستفادة من الوضع في أثيوبيا من ناحية لتسوية حسابات قديمة مع جبهة تحرير تيغراي، ومن ناحية أخرى أراد ببساطة استعادة منطقة بادامي التي هي مثلث من الأراضي التي تطالب بها أسمرة والتي ضمتها أديس أبابا. هل يعني ذلك أن القوات الإريترية عبرت الحدود؟ كيف كانت رد فعل الحكومة الأثيوبية؟ لم يكن هناك رد فعل رسمي من السلطة المركزية، لكن قائد القوات الفيدرالية المنتشرة في منطقة تيغراي أعلن من مقيلي إن أديس أبابا لم تطلب تدخل أسمرة وطلب منها سحب قواتها،
ومع ذلك يجب التأكيد على أن جبهة تحرير تيغراي ادعت منذ بداية الهجمات التي تعرضت لها إن القصف بدأ من مطار أسمرة، وإنه من الآن فصاعدا أصبح هدفا مشروعا للرد. من جهة تطلب أديس أبابا من أسمرة سحب قواتها المقدرة بحسب شهود محليين بما يعادل 5 كتائب، لكنها من جهة أخرى هذا يناسب خطط الحكومة الأثيوبية المركزية لإخماد تمرد الانفصاليين التيغرانيين. بالنسبة للسلطة الإريترية، هي تريد أيضا الانتقام من مقاطعة تيغراي العابرة للحدود بسبب حقد تاريخي على الهيمنة السابقة لهذه المجموعة العرقية. أصبح الوضع الإنساني في إقليم تيغراي مقلقا، حيث استنكر المراقبون المحليون انتهاكات التي ارتكبتها القوات الفيدرالية ضد سكان المنطقة الانفصالية، فقد انتشرت شهادات لضحايا الاغتصاب الجماعي في وسائل الإعلام المختلفة، على الرغم من حظر السلطات الفيدرالية الوصول إلى المنطقة على الصحفيين. لكن الأخبار حالياً تسلط الضوء على التوترات بين الخرطوم وأديس أبابا، ما علاقتها بالأحداث السابقة التي ذكرناها؟ تتصاعد التوترات بين السودان وجارته إثيوبيا، وأرسلت الخرطوم تعزيزات عسكرية على طول حدودها الشرقية، وهي منطقة غالبا ما تكون عرضة للحوادث بين البلدين. وبحسب وكالة سونا السودانية، أرسلت السودان تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع أثيوبيا بعد أيام قليلة من كمين للجيش الأثيوبي وميليشيات ضد جنود سودانيين. واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها على الخطوط الأمامية، وأوضحت الوكالة أن القوات المسلحة أرسلت تعزيزات كبيرة داخل منطقة الفشقة السودانية على طول الحدود لهذه المنطقة الزراعية الشرقية. غالبا ما تحدث هناك مشاكل مع المزارعين الأثيوبيين الذين يأتون للزراعة في هذه الأرض المطالب بها من قبل السودان. توجه قائد الجيش السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس أيضا أعلى هيئة تنفيذية في البلاد، لمدة 3 أيام إلى المكان الذي فقد فيه الجيش 4 جنود، بينهم ضابط وأصيب 27 بجروح. عامل آخر من عوامل عدم الاستقرار في السودان وخاصة المنطقة الحدودية لأثيوبيا هو الأزمة الإنسانية الخطيرة، مع وصول 50,000 لاجئ فروا من الحرب في منطقة تيغراي الأثيوبية إلى أراضيها. لكن من الواضح أن السودان لا يريد الحرب، وأثيوبيا كذلك. خلال زيارته إلى أديس أبابا في 13 ديسمبر، تحدث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع نظيره الأثيوبي حول استئناف العمل على ترسيم الحدود بين البلدين. من جانبها حرصت أديس أبابا على التقليل من أهمية الكمين. تجدر الإشارة إلى أن الخطاب تغير منذ ذلك الحين. أعلن الجيش السوداني أن هذه المرة القوات النظامية للجيش الأثيوبي اخترقت الحدود بعمق 5 كيلومترات. أهم ما يجب تذكره هو تطور الموقف السوداني من تفعيل سد النهضة الأثيوبي الذي ينتظر المرحلة الثانية من الملء. وبعيدا عن الخلافات على الحدود بين البلدين، تشكك الخرطوم في شرعية بناء هذا السد، لأنه يبنى على أرض تنازلت عنها منذ زمن طويل مقابل وعد بعدم بناء سد هناك. وبما أن أديس أبابا لم تحترم هذا الشرط، فإن السودان يعارض الآن هذا الضم على الأقل حتى التغيير المنشود في السياسة العدوانية لجارته. يجب ألا ننسى أن هذا السد سيعطش 20 مليون سوداني، ليست فقط مصر وحدها التي ستعاني. مصر ليس لها حدود مع أثيوبيا، فليس لديها ما تخسره إذا قصفت سد النهضة الأثيوبي. أو هل هي في النهاية ستكتفي بشن حرب بالوكالة تدفع فيها السودان إلى المواجهة؟
الكل توقع تحركا مباشرا للقوات الجوية المصرية ضد السد لوقف هذا المشروع. هذا ممكن من الناحية الفنية والتقنية لأن القاهرة لديها الوسائل العسكرية، لكن العواقب كانت رادعة. أولا، سيتعين على مصر اتخاذ إجراءات قبل التعبئة الثانية، وإلا فإن مخاطر الفيضانات على السودان ستكون وخيمة. وقد تراكمت بالفعل التعبئة الأولى 5 مليارات متر مكعب وحرمت السودان من جزء من التدفق المعتاد. ثانيا، المرافق المستهدفة محمية بشكل جيد، وتوقعت أديس أبابا وقوع مثل هذه الضربة، وتتحدث بعض المصادر عن تأمين إسرائيل للسد. هذا ممكن لأن الإسرائيليين استثمروا فيه الكثير من المال، وبالتالي فإن الضربة الجوية قد تتكبد خسائر وقد يكون نجاحها غير كاف. ثالثا، على الرغم من أن أديس أبابا ليس لديها القدرة على الانتقام من السدود المصرية، وعلى الرغم من أن ميزان القوى لصالح القاهرة إلى حد كبير، أعتقد أن مصر لا تريد أن تظهر كالدولة المعتدية في نظر العالم. رابعا، تراهن القاهرة على المشكلات الفنية التي يواجهها مشروع السد، وتؤكد لها صور الأقمار الصناعية وتقارير المخابرات أن السد لن يتمكن من استخدام أكثر من ثلث طاقته. بالتأكيد تفضل القاهرة شن الحرب بالوكالة لأن أثيوبيا لا تمنحها خيارا، وتصر على تعطيش السودان ومصر. كانت رسالة القاهرة واضحة عندما أجرت مناورات عسكرية مشتركة بين قواتها الجوية وقوات الخرطوم، هذا بمثابة إعلان دعمها التام للسودان في مواجهة محتملة مع أثيوبيا. لكن السودان لا يحتاج لمن يدفعه إلى الحرب، حتى لو دعمته مصر أثيوبيا هي من تدفعه إلى المواجهة باستخدام السد كسلاح الكوارث الطبيعية. دعونا لا ننسى أنه خلال فترة التعبئة الأولى عانى السودان من جفاف أعقبه فيضان تسبب بأضرار جسيمة للشعب السوداني. كان يمكن لأثيوبيا تجنب هذه الكارثة من خلال الإبلاغ عن تواريخ إغلاق وفتح الصبابات، لكنها رفضت القيام بذلك. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد. يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبإرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين.